عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. بحكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبتكم واحد الوصفه ديال الحريشات في الفران، كيجيو رائعين، كيجيو مشقين محمرين غزالين ما تشبعوش منهم. واحد النسمه كيطلقوها في الدار بالشوكولا والعصير ديال البرتقال، كيجيو كيحمقوا البنات، كيجيو رائعين، كيجيو مشقين محمرين خفافين ما تشبعوش منهم، وكيجيو لذاذ لذاذ بزاف وناجحين غير بيضه واحده وساهلين كتوجدوهم اخر لحظه. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. نتمنى تشجعوني بلايك بارطاجيو مع الاصدقاء والحب تاع الفائده. كنشكركم بزاف وكنشكر بزاف البنات اللي دخلوا عندي جديد وكيخليو لي التعليق، كنشكركم بزاف بزاف، جزاكم الله عنا كل خير وفرجو ممتع. بسم الله تبدا على بركه الله. عندي نصف كاس ديال السكر ما يعادل 80 غرام، قفصه ديال الملح، بيضة واحدة. غادي نخلط هذا السكر مع الزيت. عندي قشور ديال البرتقال، تقدر دير قشور ديال الحامض، قشور البرتقال كيجي احسن مع الشوكولا. تقدر اللي مبغاش دير القشور تقدر دير الفانيل. غادي نخلط مزيان هذا السكر مع البيضة حتى كيدوب معايا داك السكر. كنخلطو مزيان حتى كيرجع القوام هكدا كيدوم على داك السكر. دابا عندي كاس الا ربع ديال الزيت ما يعادل 100 ملي، غنضيف شويه بشويه كنخلط. كنخلطو مزيان حتى ما كيبقاش كيبان داك الزيت بوحدو. عندي هنايا كاس الا ربع ديال عصير البرتقال ما يعادل 130 ملي. وعندي هنايا واحد العلبه ديال الياغورت الطبيعي او الزبادي ما يعادل 120 غرام. هذا الياغورت كيعطي واحد المذاق رائع. كنرجع كنخلط. حتى كنتنجم كلشي العناصر. الليمون عصير البرتقال او الليمون مع الياغورت كيعطي واحد المذاق رائع مع الشوكولا، كيجي زوين بزاف. عندي هنايا السميد الناعم او الفينو على حساب الخليط، غندير في الاول واحد الكميه. عندي الساشي ديال خميره الحلوه بيكو فهاد ما يعادل 15 غرام. كندير السميد وكنخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. وعندي هنايا الشوكولا واحد جوج معالق، واحد ثلاثه معالق كبار، كيعطي واحد المذاق رائع. خص القوام يكون هكذا، ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل بزاف. صافي غادي نغطيهم نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق حتى كيتشربوا معايا. بالنسبه للسميد انا خدات لي 450 غرام ديال السميد. هو الخليط ملي كيرتاح واحد 5 دقائق كيرتاح هكا متماسك. صافي دابا غادي نبدا نشكلو. عندي هنايا شويه ديال السميد ديال الحرشه، ضفت له واحد المعلقه ديال الكوك وواحد المعلقه ديال السكر. غادي نخلط كلشي مزيان. صافي كنبدا كنشكل هكا حريشات ديالي. كتشوفوا العجين كيكون شويه خفيف ولكن كيكون شويه متماسك، يعني نقدروا نشكلوه هكذا
بحال الشكل الغريبية، نديرهم شوية كبر وكنرشهم بهاد السميد وشوية السكر والكوك، وكنحطهم هكا في السنية ديال الفران. صافي كان شكلهم هكذا. الفران درتو يسخن على 200 درجة من الأعلى من الأسفل، بالنسبة للحجم نتوما كتحكموا فيهم واش بغيتوهم صغار ولا كبار. حريشات الساهلين كيجيو اكثر من رائعين. وساعين كتوجدوهم اخر لحظه هكا الكوتي او الفوتو كيجيو زوينين. هما الحريشات ملي شكلتهم كاملين غندخلهم الفران اللي سخون على 200 درجه من الاعلى والاسفل، غادي نطلعهم شويه الفوق باش كيتشقوا معنا ونرجع معكم. اما البنات الحريشه ديالي ملي تاو تحمروا كيجيو كيحمقوا البنات، واحد النسمه كيطلقوها في الدار ديال عصير البرتقال والشوكولا كيجيو رائعين، كيجيو مشقين محمرين غزالين البنات. شوفوا في الشكل ديالهم كيجي اكثر من رائع، نتمنى كيبان لكم راه كيجيو زوينين زوينين بزاف. وكيما شفتوا راه ساهلين في التحضير. بالنسبه للكميه اللي درت انا خرج ليا 16 حبه بهذا الحجم المتوسط، يعني كبار ماشي كبارين بزاف وماشي صغارين بزاف، كيجيو رائعين. غادي نحل لكم البنات، تشوفوا كيجيو من الداخل كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين على برا والداخل راه كيجيو هشاشين فيهم داك الشوكولا، كيجيو اكثر من رائع البنات مع شي برداتاي كيحمقوا، كيجيو لذادين لذادين. نتمنى تجربوهم ويعجبو لكم، انا متاكده غادي يعجبو لكم. نتمنى ما تنساونيش بالتعليق ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني واللايك الفيديو. جزاكم الله عنك ولا خير، حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.